وجود وجود قوي كمان ان شاء الله. كابتن ماهر مبروك لمحمد صلاح تحقيق بطل البي بي سي او جائزه البي بي سي، في نفس الوقت مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي مجلس ادارته اللاعبين. عايز اقول ان نتيجه 2-0 في كره القدم نتيجه كبيره ونتيجه صعبه، ولازم الناس تطمن، جمهور النادي الاهلي يطمن، لعيبه النادي الاهلي تطمن. عندنا افضل لعيبه موجودين في افريقيا، اللعيبه ديت عندها خبرات كثيره جدا خارج ملعبها، واحنا شفنا جيما الاثيوبي عنده قصور في خط ظهره بشكل كبير، عنده اطراف ضعيفه جدا، عنده عمق اضعف، يمكن عنده استحواذ، ولعيبه نص الملعب عندهم سرعات وعندهم اختراقات وعندهم باصات بيقدروا يبنوا الهجمه بشكل جيد، لكن برضك عندهم مشاكل في الثلث الهجومي، ما عندهمش هداف، ما شفناش حد قدر ان هو يعني يمثل خطوره على شريف اكرامي من خلال 90 دقيقه. عايز اقول الصراحه يا كابتن ماهر، كان في فرصه ليهم يعني في العمق الفرصه اللي احنا اتكلمنا عليها في الشوط الاولاني، اللي هي فيها عدم تمركز كلوبالي مع محمد هاني في حته التخطيط. كلوبالي على اداءه وعلامات استفهام يا كابتن. طبعا يعني انا كنت يعني شايف كلوبالي الفتره اللي فاتت يعني في نوع من الاجهاد، في نوع من البطء، في نوع من عدم الثقه، هو كمان ممكن يكون وصل له ان هو ماشي خلال الشهر القادم، يمكن ديت برضك اثرت على كله. لكن طبعا الهدفين اللي احنا جبناهم منه هدفين كان واضح قوي ان احنا دوافع النادي الاهلي من بدايه المباراه، ودي كانت باينه في مباراه الدوري العام ان احنا بنجيب، ودي اول مره يمكن من خلال حوالي 4-5 مباريات ان احنا بنكسب او بنجيب اهداف في الشوط الاولاني. يمكن هدفين ناصر ماهر ومروان محسن من اجمل الاهداف اللي كانت موجوده في المباراه. الشوط الثاني واضح قوي ضياع الاهداف، يمكن اكتر من 7-8 فرص كانت ممكن النتيجه تتغير اكتر من كده، لكن عايز اقول لك كاميدو الناس حاولت، الاختراقات من على الاطراف، احنا شفنا النهارده ايمن اشرف الكورسات العرضيه اللي اتعملت، لكن عدم محاولات كتير جدا مروان محسن، وده اللي مزعل محمد كريم نيدفيد نفس الكلام برضك، الكورسات العرضيه اللي اتعملت كانت بتمثل خطوره على دفاع جيما. لكن انا عايز اقول لك ان ضياع الفرص ده وارد، انت مباراه 90 دقيقه وارد انك انت تضيع فرصه واثنين وثلاثه، لكن دي ملحوظه قال عليها محمد يوسف، هنحطها في الحسبان ان شاء الله نقدر عليك الفتره اللي جايه اكيد.